السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس مادة التاريخ الصف الحادي عشر، المسار الأدبي، الوحدة الثانية، الحرب العالمية الأولى. عنوان الدرس: مراحل الحرب العالمية الأولى، الجزء السادس. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يفسر إعلان الزعماء العرب الثورة على الدولة العثمانية، يعدد دوافع بريطانيا للاتصال بالشريف حسين، والآن أعزائي الطلاب قبل أن نبدأ في درس اليوم سنقوم بمراجعة ما تم دراسته في الدرس السابق. عزيزي الطالب، تذكر أن أسباب معركة جوتلاند في 27 من مايو عام 1916 ميلادية بين بريطانيا وألمانيا: أولاً، رغبة بريطانيا في فرض حصار بحري على ألمانيا لتقليل وصول المواد الغذائية. ثانياً، قيام ألمانيا بإغراق السفن المتجهة إلى بريطانيا مهما كانت جنسيته. عزيزي الطالب، تذكر أن نتائج معركة جوتلاند هي: فشل بريطانيا في تحقيق نصر حاسم على الألمان رغم تفوقها البحري. عزيزي الطالب، تذكر أن أسباب معركة السوم الكبرى يوليو عام 1916 ميلادية هي: أولاً، رد البريطانيين والفرنسيين على الهجوم الألماني على الفردان. ثانياً، تخفيف الضغط الألماني على فردان. تذكر أن نتائج معركة السوم الكبرى هي: أولاً، تخفيف الضغط على فردان وتوقف الهجوم الألماني على فردان في 16 يوليو عام 1916 ميلادي. ثانياً، ظهور سلاح حربي اخترعه البريطانيون في هذه المعركة وهي الدبابة. والآن أعزائي الطلاب، مع الهدف الأول لدرس اليوم: يفسر إعلان الزعماء العرب الثورة على الدولة العثمانية. عزيزي الطالب، اتسعت هوة الخلاف وزاد النفور بين العرب والدولة العثمانية في السنوات الأولى من القرن العشرين، وذلك بعد تولي حزب الاتحاد والترقي ذي التوجهات القومية المتعصبة، مما حمل الزعماء العرب على المطالبة باللامركزية في الحكم. كانت الحرب العالمية فرصة سانحة لبريطانيا كي تتصل بالعرب، وتحديدا الشريف حسين بن علي شريف الحجاز، للتحالف معه ضد الدولة العثمانية التي انحازت إلى ألمانيا وتحالفت معها. تردد زعماء العرب، لكن لعوامل عديدة رأوا وعلى رأسهم الشريف حسين الانحياز إلى جانب الحلفاء وإعلان الثورة على الدولة العثمانية. والآن عزيزي الطالب، ما أسباب إعلان الزعماء العرب الثورة على الدولة العثمانية؟ أولاً، تولي حزب الاتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية واتباعه سياسة قائمة على صبغ الولايات العربية بالطابع التركي. أحسنتم أبنائي الطلاب. ثانياً، تنامي الحركة القومية العربية ورفض الدولة العثمانية مطالب الجمعيات والأحزاب السياسية. ثالثاً، سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الولايات العربية. أحسنتم أبنائي الطلاب. والآن أعزائي الطلاب، مع غلق الهدف الأول والسؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: طالب الزعماء العرب باللامركزية في الحكم بعد تولي حزب، الخيارات هي الاتحاد والترقي، الوفد، الحرية، الصحوة. الإجابة الصحيحة هي الاتحاد والترقي. أحسنتم أبنائي الطلاب. إذن طالب الزعماء العرب باللامركزية في الحكم بعد تولي حزب الاتحاد والترقي. كانت الحرب العالمية فرصة سانحة لبريطانيا كي تتصل بالعرب وتحديدا
الخيارات هي مصطفى كامل، محمد فريد، الشريف حسين، عبد القادر الجزائري. الإجابة الصحيحة هي الشريف حسين. أحسنتم أبنائي الطلاب. إذن كانت الحرب العالمية فرصة سانحة لبريطانيا كي تتصل بالعرب وتحديدا الشريف حسين. نتج عن تولي حزب الاتحاد والترقي ذي التوجهات القومية المتعصبة مطالبة الزعماء العرب ب الخيارات هي المركزية، الاستقلال، اللامركزية، الديمقراطية. الإجابة الصحيحة هي اللامركزية. أحسنتم أعزائي الطلاب. إذن نتج عن تولي حزب الاتحاد والترقي ذي التوجهات القومية المتعصبة مطالبة الزعماء العرب باللامركزية. السؤال الثاني: صنف أسباب إعلان الثورة على الدولة العثمانية إلى داخلية وخارجية. أولاً الأسباب الداخلية: تنامي الحركة القومية العربية ورفض الدولة العثمانية مطالب الجمعيات والأحزاب العربية. أحسنتم أبنائي الطلاب. ثانياً سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الولايات العربية. أما الأسباب الخارجية فيتولي حزب الاتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية واتباعه سياسة قائمة على صبغ الولايات العربية بالطابع التركي. شكرا لكم أبنائي الطلاب. والآن مع الهدف الثاني لدرس اليوم: يعدد دوافع بريطانيا للاتصال بالشريف حسين. عزيزي الطالب، من خلال العرض التالي سيتضح لك دوافع بريطانيا للتواصل مع الشريف حسين. أولا، موقع الحجاز الذي يفصل بلاد الشام عن اليمن، مما يترتب عليه من عزل القوات التركية في اليمن عنها في الشمال في بلاد الشام. أحسنتم أعزائي الطلاب. ثانيا، المكانة الدينية والسياسية التي يتمتع بها الشريف حسين شريف الحجاز. فمن هو الشريف حسين؟ هو الحسين بن علي الهاشمي، ينتسب إلى الأشراف من بني هاشم، ولد في اسطنبول عام 1854 ميلادية، عينه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني واليا على الحجاز. كذلك من دوافع بريطانيا الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب عسكريا بمشاركة البريطانيين في الحرب ضد الدولة العثمانية. وكذلك رغبة الشريف حسين في الحكم والتي تتجاوز الحجاز إلى الشام والعراق. عزيزي الطالب، من خلال العرض السابق ما دوافع بريطانيا من الاتصال بالشريف حسين؟ أولا، موقع الحجاز الذي يفصل بلاد الشام عن اليمن وما يترتب عليه من عزل القوات التركية في اليمن عنها في الشمال. أحسنتم. نعم. ثانيا، المكانة الدينية والسياسية التي يتمتع بها الشريف حسين شريف الحجاز. أحسنتم أبنائي الطلاب. وأيضا الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب عسكريا بمشاركة البريطانيين في الحرب ضد الدولة العثمانية. وأخيرا، رغبة الشريف حسين في الحكم والتي تتجاوز الحجاز إلى الشام والعراق. أحسنتم أبنائي الطلاب. والآن مع غلق الهدف الثاني والسؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: من دوافع بريطانيا للاتصال بالشريف حسين موقع الحجاز الذي يفصل بين بلاد الشام و الخيارات هي اليمن، الخليج، مصر، العراق. الإجابة الصحيحة هي اليمن. أحسنتم أبنائي الطلاب. إذن من دوافع بريطانيا للاتصال بالشريف حسين موقع الحجاز الذي يفصل بين بلاد الشام واليمن. كان الشريف حسين بن علي شريفا على اليمن، الحجاز،
نجد الأحساء. الإجابة الصحيحة هي الحجاز. إذن كان الشريف حسين بن علي شريفا على الحجاز. تجاوزت رغبة الشريف حسين في الحكم بلاد الحجاز إلى الشام، والخيارات هي اليمن، الأحساء، العراق، نجد. الإجابة الصحيحة هي العراق. أحسنتم أعزائي الطلاب. والآن مع ملخص الدرس. عزيزي الطالب، من خلال العرض السابق تبين لك أن عوامل النفور بين العرب والدولة العثمانية تتمثل في: طالب الزعماء العرب اللامركزية بسبب حزب الاتحاد والترقي ذي التوجهات القومية المتعصبة. اتصلت بريطانيا بالعرب وتحديدا الشريف حسين بن علي للتحالف معه ضد الدولة العثمانية التي تحالفت مع ألمانيا. تردد الزعماء العرب في البداية، لكن رأوا على رأسهم الشريف حسين الانحياز إلى جانب الحلفاء. أما أسباب إعلان الثورة العربية ضد الدولة العثمانية فتتمثل في: تولي حزب الاتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية واتباعه سياسة قائمة على صبغ الولايات العربية بالطابع التركي. طالب الزعماء العرب باللامركزية في الحكم. اتصال بريطانيا بالشريف حسين للتحالف معه ضد الدولة العثمانية. كذلك عزيز الطالب، دوافع بريطانيا للتواصل مع الشريف حسين هي: أولا، موقع الحجاز الذي يفصل بين بلاد الشام واليمن وما يترتب عليه من عزل القوات التركية في اليمن عنها في الشمال. ثانيا، المكانة الدينية والسياسية التي يتمتع بها الشريف حسين شريف الحجاز. ثالثا، الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب عسكريا بمشاركة البريطانيين في الحرب ضد الدولة العثمانية. رابعا، رغبة الشريف حسين في الحكم والتي تتجاوز الحجاز إلى الشام والعراق. شكرا لكم أعزائي الطلاب. والآن مع الغلق النهائي للدرس. والسؤال الأول: بما تفسر إعلان الزعماء العرب الحرب على الدولة العثمانية؟ تولي حزب الاتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية واتباعه سياسة قائمة على صبغ الولايات العربية بالطابع التركي. أحسنتم أبناء الطلاب، إجابة صحيحة. وكذلك: تنامي القومية العربية ورفض الدولة العثمانية مطالب الجمعيات والأحزاب العربية. إجابة صحيحة. وأخيرا: سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الولايات العربية. شكرا لكم أعزائي الطلاب. السؤال الثاني: وضح دوافع بريطانيا للاتصال بالشريف حسين. أولا، موقع الحجاز الذي يفصل بين بلاد الشام عن اليمن وما يترتب عليه من عزل القوات التركية في اليمن عنها في الشمال. أحسنتم. ثانيا، المكانة الدينية والسياسية التي يتمتع بها الشريف حسين شريف الحجاز. أحسنتم. ثالثا، الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب عسكريا بمشاركة البريطانيين في الحرب ضد الدولة العثمانية. رابعا، رغبة الشريف حسين في الحكم والتي تتجاوز الحجاز إلى الشام والعراق. أحسنتم أبناء الطلاب، شكرا لكم على هذه المشاركة الفعالة، وإلى لقاء آخر في درس جديد من دروس مادة التاريخ للصف 11 المسار الأدبي. السؤال الثاني: صنف أسباب إعلان الثورة على الدولة العثمانية إلى داخلية وخارجية. أولا، الأسباب الداخلية: تنامي الحركة القومية العربية ورفض الدولة العثمانية مطالب الجمعيات والأحزاب العربية. أحسنتم أبناء الطلاب.
ثانيا سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الولايات العربية. أما الأسباب الخارجية فيتولي حزب الاتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية واتباعه سياسة قائمة على صبغ الولايات العربية بالطابع التركي. شكرا لكم أبنائي الطلاب. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم.